له في ذاك تقدير حكيم وما لبحور حكمته انتهاء بدا منها لنا حكم عظام ويحجب بعضها عنا الخفاء فيدهش خلقه منه العطاء حياة الخلق يحكمها القضاء ورب الناس يقضي ما يشاء له في ذاك تقدير حكيم وما لبحور حكمته انتهاء له الحمد الجزيل بكل حال إذا ما الكرب حل أو الرخاء جميع فعاله خير عميم وقد يبدو يحكمها القضاء ورب الناس يقضي ما يشاء له في ذاك تقدير حكيم وما لبحور حكمته انتهاء وفي الإنسان آيات عظام وأسرار يضيق بها الفضاء وما في الكون من خير وشر فتلكم فتنة فيها ابتلاء حياة الخلق يحكمها القضاء ورب الناس يقضي ما يشاء له في ذاك تقدير حكيم وما لبحور حكمته انتهاء إلهي جئت بابك مستجيرا ولي في الرحمة العظمى رجاء فألهمني السداد بكل أمر لكي أنجو إذا حان اللقاء حياة الخلق يحكمها القضاء يشاء له في ذاك تقدير حكيم وما لبحور حكمته انتهاء